وحما هذه السكلة الله سبحانه وتعالى وحنقولون ما العلل يا ضد سواق الطاوي كلك إيوه ما موجود سومالي تاجفتي إن رسول سناجي عين أي بلابان ودرس وأنا من سنة هاي ضد سومالي دكتور كلام أي ساهين أي تاي فرصة قادية أو ما أنت إنه بلابان وحنقول لستين هذه آتي رسول سناجي عين إن ما أنت أنا أذكر من مجا سومالي لان وح سومالي لي 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 هذا ما أنت مجد سببت وحيد هاي رسول سناجي عين وابغر كيبا كنتم أما لحدا وحي سومالي لنا يتوكو بنا جفتين سنة زرادة حدية يوم وانسلين إن أي كيستاغان سومالي لنا هكذا سيكون باعتين مقعي رمان غلبهان أما إساق لنا غلبهان أما معك غلبهان أما سيكون وحان رمائنا وقدروا انت سبحان رواء حدل كيبو قومي بسنينو كجيرو ولا لين دا إساق ما داما سومالي لنا يبحضي سومالي لنا يسجردين إن الله هذا ولا لين دا إساق وحن قلنا أن إساء دفتهم با إساء مركا أي بريان عيب الصومالية المهودة مركا أي لئين وقوئنا وحي سببه بردغان إلا حصوبة كل يوم ودفته وحن قلنا لهم إساء دينا مشاهدنا حصوقة دولة داسية دا هاي آي سميسي قبائل بدن أي آي قدرنا أو سنة أي الله حصوبة كبر الله حصوبة مركا آن مقعاده وحاكم إذا قبيل كالإلا دوري عاج سلامة إيوم جرته intaba waxa xasuuqday dawladda ayaga maantana ma arkaysid raaxaji salaaban ama majirteen oo diidan Soomaalinimo ama horay waa goosanayna ama baray ilmooda adduunka Soomaali waxaan ku leenaa sida daraadeed walaalaha Isa u jeedada ka dambaysa go'itaankiina inaad go'daan sababta aad kaga dhaacayseen malaha wax raad iyo sar dibaatada Soomaaliya soo gaartay qayb ka ahaydeen نعيبك آدو بارسان المهيننا وحاقو كيري مانتي إنا لدنكي ببورتا وحالي شيء قصة عجيبة دولدها قالها إياي كرانديان معاونة دا أيام كوا كبيري وحي رادين رسومالي لان عينا مدودة وحاقو جيرا وبرقى سومالي لان جيرتين وحاقو جيرا أرقى عيسو نكي جنكاها إعينا مدى عيستي أيام كويري حقاي وجيرا عينا مدودة مبدو كدان وعفاني قلتان مركا ميشة دينتي هاي تتاقين سيدا يسوي قين كلا نقشوطة الصومالية إلي كلا نقطو وحي كنتي هالكاس ديتو إلي دكتو وحالي هاي بريد والاليه نساء وحاي دين تالا لبو ضمي كميدا معاد كبرشاد قرآن كريم كاي علومة إسلام كاي الأزهر الشريف وحو ددوينها صومالية دي دقن كينيا غارهان نيروبي يولي بكو الدبادة كسو عليني عرورتو ده وقو بشاريني عيني بلامين قادشاد أرضي عصب كوا أو قرآن كريم كأي علوم تسلم كلا بري دانا معهد كان أيها تاس وحيرن تام عدو جوف عوين سلام كا إيه الأسرة الشريف أنت أرضي دو إبرانا يا قرآن كريم كا كما هب سامي دانا وحبر شدي مادي جا حرمت معهد كا الأزهر وحي كوتا لا دبقة أفراد إيه مسجد كسنة أو كوا لو ضد كابتن موجاي أجارك سبتال كماري استوب إيه حافظ إسلي كم إن الرسول يسنا فرق قادم أو أطلب بحنا نقول كونا إذا ما دينا كقادم أطلب بحنا نقول كونا oo ay anaga jiraa walaalaha yihiin ay nala midoobaan oo ay Soomaali ka tagin anaga u baahan adaalin waa abad wadaa joos ka labaad oo idin yaala wuxuu yahay in aad soo raacdaan iyagoo iska dhaaftaan Soomaali diidnimada oo aad miiska wada hadalno soo fadhiistaan oo Soomaali sidaas ay ku midoobaan waxaan balan qaadaynaa hadaan Soomaali dhamaantaan nahay SSC iyo dhamaan Soomaali ka leeto inaan waligii go'ayno Soomaali ka go'ayno ولكن أقول سأل الملك وحرب أقول كان إن الله الله صومالي لك خاصة ذات الإرادة إيري صومالي ولا لين إيري وحافظتي ذات مدفع دمان نبو ويرنو قلب طبيب أو أنو جيد من مدى صومالية بل سيسية تاغيرو إساء بكوسوف إيري إيري ليه وحالينا هي ولا لها سلاسة تاغيرا دالي وحالي تمام وحال تاغيرا كاغبان قفك أتغالمايا قفك أتغال سومالي إلي ميدا حارتو وحا تاغيرا كاقبان رسول يسناغي عين با تاغيرا كاقبان وحا لأنهاي سومالي دا نمانتين با أو قبيلهان آد قودو إلي مدوان يا نساء ولا لقفر بغضن كاقينو ددوليو
diintaada ka hor yimaado ilmahaaga uu duleeyo ha taageerin weliga taageeradaas waxaa iska leh reer sow iyo sanaag iyo cayna iska leh waxaan intaa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo maadaama waqtigu uu iska gaaban yahay waxaan siinay waraysiya ayaan waxaan siinay foreign presses ama media afka galaad ku hadla waxaan u sheegnay sida tan There is no more Somaliland. There is a Sagland and there is an SEC. Waxaad ogtihiin in ka badan oo idinka ka mid ah waxaan aan qof aqaanaan siyaasaddayda meel ay taagan tahay. Waxaa laga yaabaa qaarkii inay isku diisaan Sufyaan Sheekh Axmed iyo xisbiga Talabo Nool maanta caalamka ay taagan yihiin laakiin caalamka qadiyadu ma maanta waa midnimada Soomaaliya. Dibna iguma hayo maanta maadaama aan ka hadlayno midnimada Soomaaliya. Waxaan rabaa dhammaanba shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan qof kasta oo xafladdaani ay gaarto inuu tan oo kale ololeeyo inuu isu taago midnimada Soomaaliya intii nabad waxaa laga yaabaa inaadnaan fahamsanin laakiin maantay waxa ay sameeyeen SSC waa fursad dahabiya waa dhammaadkii waa bilowgii dhammaadkii kala qaysanaanta Soomaaliya bilowgii dhammaadkii kala qaysanaanta Soomaaliya waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu